البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم خوتي خواتاتي، اموركم هانيه؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو كل خير ان شاء الله. اليوم يا بنات بغيت ندير معكم شويه ديال الطرا د البكره. نتوما الطرا د البكره اللي ما عرفوا هما سميتو ديالها منين تتلطع. نتوما هو هذا كيجي غزال غزال للبنات ورخيص، ما غاليش 400-500 الكيلو تيكون. هانتوما عندي هنايا نص كيلو، هانتوما تبارك الله فيه الخير والبركه. كنديرو انا مع بطاطا، كاين اللي كيبغي شرملو تيشوي تيديرو صديقات تيشوي، كاين اللي كيفورو كل واش نتا يديرلو. اليوم غنصوب معاكم ان شاء الله شرموله بطاطا. وانتوما معايا دابا غنديرو في الكوكوط، بعدا وندير عليه الماء يتسلق باش يتحيد منو داك الحليب ديالو ما كيبقاش، وعاد كنديرلو شرموله والعطريه ديالو. هانتوما معايا دابا نرطو ان شاء الله يتسلق، ماشي يتسلق يتسلق، غير لما كيغلى كيحيد منو كيتشوك داك الحليب ديالو تيتحيد. هانتوما شوف الطبسيل مازال فيه الحليب. وهانتوما معايا، نتمنى يعجبكم ان شاء الله. نرطو دابا يتسلق يتشوك غير شويه د الماء، ماشي شي حاجه كبيره. وهانتوما معايا بعد ما يطيب ان شاء الله. هانتوما البنات من بعد ما سلقتو مازال فيه الحليب ديالو، هانتوما غير شوكتو ماشي سلقتو كاع. المهم تيتحيد منو داك الحليب، نشلوه بالماء وعاد تنديرو له العطريه ديالو. هانتوما شوفو الماء ديالو، هانتوما شي بياض غير الحليب، غير الحليب البنات. هانتوما دابا غادي نحطو الكوكوط هنا مزيان، هاد الحليب ديالو صافي كنبدا فيه الما ديالو كلنا كنشوفو كلاه. الناس لي تيطيبو الطاع راه تيعرفو، لي متيعرفوش علاش درناه، لي متيعرفو في أكثر من الناس تيعرفوش تاهو شناهو الطرا ديال البكرة. و هانتوما دابا البنات بعد ما تسلق نتشوك هو هدا، نردو في الكوكوط شلينا من طبيعة الحال الماء، غنديرو له شرمولة، عندي مدقوقة بالثومة، واحد حبة كبيرة د مطيشة محكوكة، واحد البصلة نشلطوها إن شاء الله معاكم، نشلطها بحالي غنسبوها البنات التقلية ديال الدوارة، كيجي غزالة البنات تسنى حتى نتوما تجربوه. كيبدل بنادم شويه اللحم والدجاج وكيجي زوين. اخوات اللي ما مجربينوش غيجربوه غيجي غادي يردوا ليا الخبر كيجاو راه كيجي رائع رائع البنات. نتمنىكم تجربوه حتى نتوما، وراه ما تخلاوش عليه بعد ما تجربوه، راه تبقاو ديما تديروه. كسيتيش الكسال اللي معروف عندكم كيدير هذا شي ديال الدوارة والطراع وهكشي، كيكون الطراع البكرة صغير دغيا تيعتبر البنات ما نقولكمش. المهم يا بنات ميمشيش من شي واحد اللي ما تيعرفش، لحقاش كاين اللي كيبيع داك الطراع البكرة شارف الله يهديهم، تيبيعو ما كيبغيش يطيب للناس. لاني حنا عندنا هاد الكسر ديالنا كنشرو منو كلشي عندو زوين. عندي هنايا السودانية الفلفلة الحارة حارة البنات عندي مكترش منها، عندي هنا البصل شوية د البصل هانتوما معلقة صغيرة تحميرة فلفلة حمرا سكنجبير شوية شوية، كنديرلو العطرية كاملة البنات، والكمون تنكتر شويه منو. هانتوما تمام معلقه ونص، حيت هو الكمون تيسرعو، وشويه ديال الخرقوم والملوين. هانتوما طبيعة الحال مليحة مليحة على حسب الطوب، حسن الشرمولة عندي فيها الملحة. و
الزيت ديالنا ديال الرومية اللي بغا يدير بلدية يديرها، وغنردو يتشحى فوق البوطة. وهذا هو النسيج ديالنا هانتوما، دابا غنردو يتشحى ان شاء الله، وغنزيدو نتبعو ان شاء الله بعد ما وهاد البطاطا ديالنا غنديرلو، ندير لنا 5 بطاطات كبار على حسب القياس الناس اللي عندكم، البنات على حسب القياس اللي عندكم ديال الناس. هانتوما هادي البطاطا ديالنا، وهانتوما معايا بعد ما يطيب ان شاء الله. هانتوما البنات من بعد ما وجد الطرا ديالنا، هانتوما كيجا المعلقه ديالو تجي خاترة، الباخو باقيين طالعين، ونتمناكم يعجبكم، نتمناكم حتى نتوما تجربوا لوليداتكم وبالصحه والراحه. ما تنساوش باللايكات البنات، والى فيديو اخر ان شاء الله.